بونسوار ا توتي اتوس. الزول في الاول نيت ما يسمع الزول مقران. مرحبا اسوان، ان شاء الله ديما 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 اتي ديم لاباس. تحيه كبيره كبيره من عند الشويه الحرار، الشويه الفحوله، الى كل خوتنا الامازيغ، سورتو خوتنا القبائل، وما ننساش تاني لموزابيت، توارق، الشناوه، كامل 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 الامازيغ هنا في الجزائر ولا في ليبيا، في تونس، في المغرب، بارتو بارتو بارتو. كنتوا تسمعوا في يمينة، يمينة سي لون دي غار ارتيست اللي مازال ما طاحتش في يد الدواعش، باسكو على بالكم الدواعش اللي قتلوهم اللي ذبحوهم واللي راحوا لهم قالوا لهم لازمكم تحبسوا وحبسوا الغنا مساكن الغالب واش تحبوا سيكم صح. الو تحيه كبيره الى الشابه يمينه، تبقي ديما شابه يا يمينه. كتب لي واحد السيد باين عليه انسان مثقف، وطرح عليا واحد السؤال يعني وقال لي جاوبني بصراحه. السؤال تاعو يقول مسيو منصف، قال لي انت سمعتك ديما تتكلم على السياسه وعلى حسابك انت يا السياسه نتاعنا ما عجبتكش والسياسه نتاع البلاد ما عجبتكش. ماذا بيا يا مسيو منصف، نطرح عليك سؤال، وهو السؤال التالي. واش يقول لي السيد هذا؟ يقول لي جاوبني بكل صراحه، لو جيت انت في بلاصه السلطات وفي بلاصه مسيو تبون وفي بلاصه السلطات هذه، واش قادر دير واش راح دير باش تخرج الجزائر من الازمه نتاعها؟ شوف يا صديقي انا تكلمت قدام خطره ومديت تحاليل ومديت يعني رايي، صافي با دير رايي هو المليح، انا نمد رايي وكل واحد عنده راي على كل حال، وانا نحترموا الراي نتاع الناس كل، مي سامبلومون نحترموا الراي نتاع الناس، مي سافا با دير كي نحترم رايك راني معاك، لا، نقدر نحترم رايك ونسمع رايك ونقدر نخالفك، انت ثاني تقدر تسمعني وتخالف رايي، فوالا. انا قلت الجزائر تو دابور باش نشوفوا الساعه، شوفوا باكزومبل واحد يروح الشركه اونتربريز، كيفاش يعرف لونتربريز اذا راهي مليحه ولا ماهيش مليحه؟ بريميرمون يدخل بعد الشركه يقول لهم اعطيوني البيلا، اذا ما كانش بيلون يقول لهم اسمحوا لي يا جماعه نديروا بيلون ونشوفوا الشركه هذه كي راهي مليحه ولا ماهيش مليحه، خاطرش بلا شي بيلون ما تقدر دير والو. علاش واحد يشوف باكزومبل واحد عنده مرض الله لا يقدر ويقولوا له روح دير السكانير؟ بوكوا سي بور ديتيرميني اكزاكتومون واش عنده في السكانير هذاك ولا في لاغاديو، باسكو ما يقدرش يجي يشوف واحد كيما يقولوني مريض يقول له واش بيك، يقول له بون ما على باليش عندي كذا، يعطي له دي زاناليز يعطي له دابور دي زاناليز ويعطي له ساعة كيشك في حاجه يعطي له يدير سكانير ولا لاغاديو باش يشوف اكزاكتومون كيسكي لا. حتى الجزائر نشوفوا برك باكزومبل الاخفاقات نتاعنا، اخفاقات من غير وما زلنا في الاخفاقات، ما زلنا نشوف هذا سافو با دير باللي هاد الناس المسؤولين هادو نتاعنا راهم ما يخدموش ولا راهم قاعدين مطبقين يديهم ولا لا، داروا مجهودهم على كل حال وداروا واش يعرفوا ويعطيهم الصحه. انا نقول يعطيهم الصحه حتى ولو ما وصلوش للهدف نتاعهم. اليوم غير نبداو بالرياضه برك، الرياضه شفتوا في كيفاش كل خطره نقولوا بلي صاي نهضنا وحنا مازالنا قاعدين باتينيو في فرد بلاصه وساعات نوليو نسخروا اللورا، خاطرش كيفاش حنا نورمالمون في 2019 دينا لا كوب دافريك نورمالمون نزيدو نعاودو بريميرمون مادام الكاس عندنا نحافظو على الكاس نتاعنا بوندون 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 كيما دارو ناس اخرين، ونزيدو نروحو بعيد في لا كوب دي موند. ما كانش الناس دارو مجهودهم مسيو بالماضي اللي نشكروه على الشيء اللي دارو، ماقدرش فشل في الشيء اللي داروا كامل، ماقدرش حتى يعفس كيما قال واحد يعقب افيك ان با ماقدرش. اخفاقات في عقاب اخفاقات سيرتو من 2021.
هذا في الرياضه. روحوا باكزومبل لا سونتي، روحوا تشوفوا اليوم لي زوبيتون تاعنا كيفاش راهم دايرين، روحوا تشوفوا لي زوبيتون تاعنا اليوم كيفاش مدايرين. واي واحد عنده سبيطار في ولايته ولا في الدايره نتاعو يروح لوبيتال ويشوف بعينه واش راهو كاين في زوبيتون، ناقص دواوات، ناقص اطباء، ناقص الاخر. ساعات ساعات تشوف الناس مساكن يديروا دي فيديو ويظلوا يكفروا ويظلوا يسبوا ويظلوا يديروا، علاش؟ باسكو ما كانش حاجه اللي نجموا نقولوا عليها باللي راهنا اون افونسي في الشيء هذا. اعطيولي انا نقول لكم، شوفوا كما قلت لكم الخطا اللي فات وما نغيرش رايي، نحيو لي سيفي سيكوريتي ما تكلموش عليهم، باسكو كما قلت لكم بور موا لي سيفي سيكوريتي سي اون ليني روج. انا قادر نعادي اي واحد اللي ينتقد لي سيفي سيكوريتي، حتى ولو حتى ولو نقولوا بلي كانوا اخرين في وسط لي سيفي سيكوريتي ما يستاهلوش يكونوا تما، ما يستاهلوش يكونوا تما، هذه معني معاكم. مي اون طونك جهاز وان طونك الناس اللي راهي سهره على البلاد هذه ما نقبلهاش. عندك تو لي سيكتور الاخرين، انا ماذا بيا واحد منكم يقول لي تال سيكتور هذاك راهو قاعد يمشي، ماذا بيا؟ باسكو انا بتيت نكون غلط، انا نكون غلط. مادامني انا اللي راح نجاوب ومادامني انا اللي قلت لك كيما قال لي واش لو كان جيت انت في بلاصه هاد الناس هذو واش دير؟ انا ندير ان بيلون تاعي، انا نشوف بيلون نهزها سيكتور بار سيكتور، سيكتور بار سيكتور. بالك نلقى في 10 10 سيكتور ولا في 20 سيكتور خمسه ما يمشيوش، الخمسه هذوك لازمني نعدلهم باش نوليو نورمال، ما كاينش مشكل. نلقاو بيكزومبل 10 ما يمشيوش في وسط بيكزومبل 20، نص يمشي نص ما يمشيش، لازمنا نزيد نطلب من 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 من, من كيف اسمو الناس يخليوني نزيد نخدم باش نصلح هذوك اللي ديش السيكتور. بصح سمحوا لي سمحوا لي، انا اليوم ماني شايف حتى سيكتور يمشي، ماني شايف حتى سيكتور يمشي مالغري المجهودات اللي داروهم الناس اللي راهم في على واش يقولوا حاكمين السلطه. نروحوا للاحزاب، اعطيوا لي حزب واحد هنا دركا اللي غدوه اللي لو كان قادر تروح باكزومبل هالناس هذو يخرجوا ويجيو احزاب اخرين يحكموا البلاد، اعطيني حزب واحد، اعطيوني حزب واحد يقدر يحكم البلاد ويسيرها نورمال ويرضى عليه الشعب. منا نخلطوا انا على حساب رايي انا، نخلطوا البوفوار يعني السلطه ونخلطوها بكامل هذو كيف اسمهم كيف يقولهم لي بارتي بوليتيك الاحزاب السياسيه، وما نجبدوش واحد، ما نجبدوش واحد اللي قادر يخرج البلاد ونقولوا غدوه يحكمها هذو يرضوا عليها المواطنين ويخدم البلاد ويخرجنا من الازمه هذه، ما كانش. علاش؟ باسكو انا نقول لكم علاش خفقنا في هذا كامل، نقول لكم علاش خفقنا في هذا كامل. بوركوا؟ باسكو انسان كيحب يبني بدار ولا يبني باطيمه، لو كان ما يديرش الساس نتاع الباطيمه ولا نتاع الدار، لو كان ما يديرش الساس صحيح الباطيمه يجي الريح ويطيحها، الدار هذيك يجي الريح ويطيحها. دونك لازم يبدا من الساس ونطلعوا 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 ونديروا الباطيمون تاعنا. لو كان الساس يكون معوش وما يكونش مليح، شوف اتقن فوق كيما بغيت، اتقنو كيما بغيت، يجي الريح ويطيح لك الباطيمه تاعك، والباطيمه تاعك ما تكونش كيما قال واحد في امان. دونك كي ندير البيلون تاعي هنا تاع الجزائر نشوف بلي ريان نوفا ريان نوفا ليكول، هاكا تشوف فيها كيفاش تخرج لنا في الدواعش، مازلنا نخرجوا في الدواعش. الدواعش اللي قلنا تهنينا منهم كي تغلبنا على الارهاب في التسعينات زادوا رجعوا لنا ورجعوا لنا بقوه، رجعوا لنا بقوه. اليوم الجزائر راهو لو كان غدوه الله لا يقدر نجينا ازمه كي نتاع التسعينات تروح البلاد، تروح البلاد. علاش؟ باسكو الوقت هذاك في التسعينات كانت الحاله شويه ماشي يعني خطر كيما درك، دركا راهي 90% نتاع الجزائريين ردوهم دواعش، نساء ورجال. دونك غدوه لو كان الله لا يقدر يا ربي صرالنا مشكله كيما نتاع التسعينات راحت البلاد هذه، ما الخطره هذه ما شوف نقول لكم الا ربي العالمين اللي قادر يسلكنا، الا ربي العالمين كيما سلكنا الخطره اللي فاتت
بكورونا. كورونا هذيك سلكتنا من داعش باش ما يطيحوش ويحكموا البلاد ويديونا معاهم في داهيه، يديونا معاهم في داهيه، باسكو هما هذو الداعش هذو هما يحسبوا غدوه الصباح راهم عندهم عالم وحدهم، ها عالم وحدهم غدوه كيجيو يديروا هذه كيف اسمها، يديروا اليوم يديروا كيما اليوم في ايران الدوله تاعهم الاسلاميه ويبقاو كيما ما يقبلولهمش. حنا جينا ما جيناش كيما ايران، وجينا حنا جينا في في البحر الابيض المتوسط، دونك محلولين حنا البيبان على فرنسا على الطليان على كل جهه محلولين، ما يقبلولكش دير دعوه كيف اسمها النطا تيوكراتيك النطا كيما قال واحد كريمينال في البحر الابيض المتوسط، ما يقبلولكش. دونك واش لازم يديروك؟ لازم يعطيوك ضربات باش ينحيوك خلاص من الخريطه، راح يديونا في دهيه معاهم. هذه نعطيها لكم ونجي نقولها لكم. دونك نرجعوا لواش ندير انا، واش ندير انا؟ والله يا ناس انا نقول لكم انتم تفهموني رابيدمون، واش تخمو كي تلقاو اون فواتور طوموبيل تشريها تلقى لا بواطا فيتاس فاسدة، تلقى البلوك فاسد، تلقى الروض طيبين، تلقى الصالون مهرشن، تلقى الموتور مكولي، تلقى واش تصلح؟ باش تبدا تصلح؟ باش تبدا؟ هاي كل هاي لا كاروسري مقودة رشات، واش تقدر تصلح في الطوموبيل هذه؟ واش تقدر تصلح فيها؟ دونك ما تقدر تصلح فيها والو، لازمك تشري طوموبيل أخرى جديدة، ولا تروح تجيب لي بياس، تجيب حتى لا كوك نتاع الطوموبيل باش إن كوك، باردون، كوك موتور جديد، بوطا فيتاس جديدة، وروح 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 وروح، هكذا اللي لازم للجزائر. أنا لو كان جيت في بلاصة مسيو تبون، نقول لكم الحق. نشوف مش باش كيفاش ندير انتخابات باش نزيد ندير عهده اخرى، ما عندي ما ندير بها عهده هذه، ما درتش في العهده اللي هذو اللي كنت فيها نجيت ندير عهده اخرى، ديجا العهده اللي كنت فيها خفقت فيها، قلنا نروحوا للبريكس ما رحناش، قلنا نديروا هذيك ما درناش، قلنا ندير الشيء اللي قلنا نديروه كل وما زالت اخفاقات في عقاب اخفاقات، حتى دروك الجزائر راهم يقولوا بلي رانا مومبر رانا في لونو وراح هزينا الملف نتاع الصحراء وهزينا الملف نتاع فلسطين وهزينا ملف. انا نقول لكم من درك من درك ما تسناو والو، ما تسناو والو والو والو، باسكو لي ريزولتا سون كونو، لي ريزولتا سون كونو، راح يخرجوا نو باش نفهموا مليح. رانا دوك علاش فلوني راه مخلاو الجزائر جابت المشروع نتاعها هذه وجابت الملف نتاع فلسطين من لاكوغ بينال وجاو بداو تحزموا لازم نديروا لازم نديروا. الريح في الشباك، اشفوا مليح واش راني نقول لكم، الشيء هذا كامل 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 تضييع للوقت، تضييع للوقت، ما يحلوا المشكل تاع الصحراء، ما يحلوا المشكل تاع السودان، ما يحلوا مشكل تاع اليوراسس ما تاع الروس، ما يحلوا مشكل تاع فلسطين، ما نحلوا حتى مشكل. وانا نقول لكم حاجه، انا بوتيتر بوتيتر حتى السلطات نتاعنا حنا راهم على بالهم باللي ما يحلوا والو، غير قاعدين يوضروا في الوقت برك، خطرش علاه كلش واضح، انتم يرحم والديكم. وقلت لكم اذا السلطات نتاعنا ما يعرفوش باللي اسرائيل راهي هي الولايات المتحده الامريكيه، اسرائيل راهي فرنسا، اسرائيل راهي كيف اسمها لا غروند بريطاني، اسرائيل راهي كندا، اسرائيل راهي لوتريش، في جمله واحده اسرائيل هي هي الغرب كامل هي اسرائيل. كيفاش انت يرحم والديك حبيت اليوم نتايا بالافارقه نتاعك ولا بال هذو كيف اسمه بهذو الدول العربيه نتاعك تنجم غدوه الصباح تتفوق على الناس هذو، باش تتفوق عليهم؟ باش بالعلم بالشي اللي عندنا بالتكنولوجيا باش ما كاين والو، دونك ريان دي تو. وزيد كاين حاجه اللي ما فهموهاش هذو نتاعنا مساكن هذو اللي يسيروا في الجزائر، اليوم يقول لك حنا رانا نمثلوا العرب ونمثلوا الافارقه في لونو، شفت يقولوا؟ يقولوا رانا اليوم الجزائر راهي تمثل الافارقه وتمثل فلوني وتمثل العرب في الامم المتحده، الوغ كو الواقع لا رياليتي ما نمثلو حتى واحد، وحتى العرب بعد ما يحبوش يمثلوهم، ما يحبوش يمثلوهم،
وحتى الأفارقة بعد ما يحبوش نمثلوهم. هذه هي الرياليتي. نكذبوا على الناس. حنا اليوم معادين المغرب، معادين الإمارات، معادين مالي، معادين ليبيا، معادين العالم، معادينو ويقول لك رانا حنا نمثلوا هذا. كيفاش نمثلهم يا اخي؟ هما اللي قال لك روح مثلنا. اشكو قال لك هما روح مثلنا؟ روح قول لهم تراش، قول تراش للناس هذو انا الممثل تاعكم. يضحكوا عليك، يضحكوا عليك. دونك فرد حاجه اللي نقول لكم حاجه، لو كان جيت انا مسيو تبون وباش نمنع روحي تو دابور، هو بعد يمنع روحه، هو بعد مسيو تبون لازمك تمنع روحك، لازمك تخرج من الباب الواسع يا مسيو تبون. ما ديرش الغلطه اللي دارها صدام حسين، ما ديرش الغلطه اللي دارها صالح نتاع اليمن، ما ديرش الغلطه اللي دارها القذافي. لازمك تخرج من لا غروند بورت، اخرج مادام الحال كما يقولوا واحد واسع، مادام عندك الوقت وقتاش تخرج، خاطرش راه يجي النهار اللي يتقفلوا البيبان وما تقدرش تخرج للاسف. كيما صرات القذافي، كيما صرات هذا صدام حسين، عان كان عندهم وقت باش يقدروا يخرجوا ويخليوا عليهم الاخر ويخليهم دبر راسهم. هذه الاولى. انا لو كنت جيت نمشي تبون نشوف كيفاش نخرج رابيدمون، نمد الساعه المفتح لما نمدها، نمدهم الحماس. اذا مديتهم الحماس يسمى انا راني منافق، اذا مديتهم الحماس سيتادير اني قلت للغرب ارواحوا اعطيوا ضربه للبلاد نتاعي. هذا هو. وبالك الوقت هذاك لو كان يعطيونا ضربه، حتى لو كان يكون شي تبون راح ما على باليش وين، في الروس ولا في الامريكان ولا منا، يطالبوه ويجيبوه لاكور انترناسيونال. دونك لا نعطيها لمن لا فلان، قداش عنده حق لا فلان؟ هذا هو حاكم للبلاد من 62، منذ 62 ولا فلان اليوم هذا هو حاكم البلاد. واش دار فيها؟ ما كان والو. لمن مدوا المشهد، قولوا لي برك لمن مدوا تاع لويزا حنون بارتي فيه زوج من الناس، لمن قالوا قولوا لي برك نعتولي لما نمدوها. ما كانش، ما كانش. دونك كاينه ناس راهي مازالت في السياسه والشعب ما يقبلش، ما يقبلهمش، عندهم غير كلكو جان يقبلوهم برك، كلكو ريجيون يقبلوا بهم، مي 80% تاع الشعب يقول لك لو كان يجيو الناس هذو حنا ما نقبلوهمش. مي انا جو مون فو بالشعب، جو مون فو دو لوي. بوكوا؟ باسكو الشعب ما على بالوش واش راهو يدير. لو كان جا على بالو واش راهو يدير الشعب ما كانش يفوتي على الفيس، ما كانش يفوتي على ناس مشعوذين. دونك هو الشعب هذا مسكين ريح فيها ما على بالوش. كيفاش يعطيوك واحد طبيب؟ ها يعطيوك واحد طبيب ويعطيوك باكزومبل واحد عمرو ما قرا، تروح انت تفوتي على هذا عمرو ما قرا وتخلي الطبيب؟ دونك انت رايح فيها. دونك انت ما نعطيوكش خلاص الكلمه. الناس هذو اللي حاكمين البلاد لازمهم يشوفوا بلي راه كاينوا ناس هنا في الجزائر اللي قادرين يهزوا المشعل ونعاونوه، وليس في سيكوريتي ثاني محتم عليهم يعاونوهم، محتم عليهم يعاونوهم اذا ما حبوش باش الجزائر تتمحى. انا نقول لكم يا ناس، والله 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 الجزائر راهي مكتوبه عند الامم المتحده، مكتوبه بالكريون ماهوش بستيلو، ماهوش بستيلو الازرق ولا خطاش بستيلو الازرق صعيب شويه باش يمحيوها، كاتبينها بالكريون. النهار اللي يحبوا يمحيونا والله غير يهز لاكوم ويمحينا، والله ما يمحيونا. دونك الناس هادو اللي هنا معانا في الجزائر راهم قادرين غدوه يحكموا هما البلاد وتولي البلاد. نقول لكم تعطيهم 5 في يديهم برك، هذا ما كان، تعطيهم 5 في يديهم وتخليهم يخدموا ويجلس في سيكوريتي يرجعوا للكازرنات نتاعهم. لا كان غير نجيبوا ناس كيما قال لك باش نكومونديو فيهم، قال دير هكا دير هكا من وراء الريدو، كيما دركا راهي ما تمشيش. سا مارش با متهنيين، سا مارش با محتمه على لي فورس سيكوريتي يرجعوا للكازرنات نتاعهم ويبعدوا، هذا ما كان. ما يدخلوش في السياسه خلاص، يخليو السياسيين هما اللي يخدموا. انا نقول لكم كل لي بومب اللي راهم محطوطين، لا بومب تاع الماك، لا بومب تاع تو لي بومب اللي محطوطين هذو، لا بومب تاع اسرائيل، لا بومب تاع الصحراء، لا بومب تاع المغرب، هذو كل لي بومب هذو قادرين هاد الناس اللي يكونوا يجيو رايحين
كما قال واحد يجبدوا الخيوط نتاعهم باش ما يتفلقوناش، قادرين. والناس هادو بعد يديروا فيهم ثقه، هاد الناس هادو بعد يديروا فيهم ثقه، خاطرش غير يجيو يحكموا الحكم. انا نقول لكم الماك يحل روحه وحده، انا نقول الماك يحل روحه وحده، واذا ما حلش روحه لي ديريجون تاعو راح يبقى وحدهم، راح يبقى وحدهم. انا نقول لكم هذه نتاع كيف اسمه اسرائيل ما يجيوش يتكلموا علينا نهائيا، ما يزيدوش يتكلموا علينا نهائيا، باسكو يعرفوا بلي البلاد حكموها الناس اللي صحاح واللي ما يظلموش، والناس اللي رايحين البلاد هذه يمشيوا بها للقدام، وتشوفوا نرجعوا نلحقوا الناس اللي فاتونا مع عبد الدهن سنوات نلحقوهم. هذا هو الشيء اللي راح يمنع الجزائر. كان غير نقول لكم حاجه وشفوا مليح على هذا لا فيديو نتاعي، اذا ما زلنا غير نباتينيو ها نحي مسيو تبون، جيب واحد كيما هو، قول العسكر يبقاو هما وراس الريدو ويكومونديو، دير انت هكا دير انت هكذا، لا ونبقاو عدو الصهيوني، تحيا فلسطين، جيش الشعب معك، رانا رايحين للهاويه. الناس اللي عندهم دي بورتابل والناس اللي عندهم دي كاميرا هزوا دي سوفونير نتاع الجزائر، باسكو اذا كملنا كيما هكا راهو يجي نهار ما تلقاوش الجزائر. ان شاء الله يا ربي الشيء اللي نشوف فيه ما يجيش، انا نقول لكم ان شاء الله يا ربي الشيء اللي نشوف فيه ما نجي ما يجيش. خاطر انا مانيش نقول لكم راني نوحه ولا راني لا 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 لا, لا, لا. انا نقرا كيما قال واحد واش راهو جاي، واش على واش وكيفاش، واش راح يصرالنا وكيفاش راح يشريوها لنا. ديجا من درك بداو، درك بعد راحنا احنا نتكلموا، روحوا تشوفوا واش راهو صاري في الحدود نتاعنا نتاع مع النيجر، وفي الحدود نتاعنا مع السودان، وفي الحدود راهي الحروب بدات كما قال واحد بدات تضرب في الطنبور. دونك والملف نتاع الماك راهو حاطينه في الامم المتحده، وبزاف الامور راهي محطوطه باش يفجروا الجزائر، باش يفجروها. اذا يا مسؤولين ما ديروش الشيء اللي كنت نقول عليه انايا، راهو للاسف نتوما راكم تصبحوا في قلق. المسؤولين بعدا المسؤولين هذو يجي النهار وتقولوا السيد هذاك والله لا سمعناه، كان قالنا وكان تقولوا ها كيما يقول لي واحد انت بلاك توحى، قلت لهم لا ما نوحيش. انا خطره قلت لهم على المير هذاك تاع البرلان، لو مير دو برلان هذاك كانوا كانت فرد الماني ها كانت فرد الماني وقتها باردون كان دوز الماني، كانت الار دي ا و الار اف ا كانوا زوج. وانا نقصر مع اصحابي في قعده قلت لهم والله يا ناس يعني نشوف الحيط هذا راح يطير وراح يتنحى وتولي انسان الماني. قالوا لي كيفاه نو سي با بورتون الوقت هذا كانوا زوج، كانت الأردية ولا رافا كل حتى في الفوتبول كان لا رافا وكان الأردية كل واحد عنده نتاعو. نهار كي طلعوا الشعب فوق الحيط هذاك وبداو يريبوا فيه تلاقيت اتصالات من عند صحابي بلاكم يسمعوا فيا اليوم، بلاكم يسمعوا فيا، وقالوا لي يا خويا مينا يا خويا مينا راهم يريبوا في الحيط تاع برلان اون ديري راك وحيد. قلت لهم لا انا ما نوحاش، انا ما نوحى ماني شارلاتون كما يقول واحد، مي واضحه كما واضحه اليوم الامور باللي راهنا كتبونا الجزائر بالكريون ورايحين يمحيونا. علاش؟ باسكو ارتكبنا غلطات كبار، درنا غلطات كبار اللي واحد ما يديرهم، وما زلنا نديرو فيهم، ما زلنا لليوم نديرو فيهم لهاللحظه هذه. اللحظه هذه الناس راهم فلوني يسبوا في اسرائيل ويقولوا لازمنا الامم المتحده لازمنا نصلحوها ويبروفوكيو في ليزتازوني داميريك انت كي دير كيما هكا يرحم والديك. انا قط يرحم والديك قط يجي قدام السيوده ولا ويبدا يبروفوكي فيهم، واش هي النهايه نتاعو؟ واش هي النهايه كم تعرفوها؟ دونك ولا قط يجي قدام كروكوديل قد وقد سخط ويبدا يمسلو في الذيل نتاعو ويبدا يضرب فيه ويبدا، واش هو النهايه نتاعو؟ النهايه نتاعو هو راح يدور عنده يعطيه في الضربه خلاص ادعو عليه. دونك ان شاء الله اني جاوبت هذا السيد هذا اللي قال لي كنت واش ندير، انا لو كنت جيت واش ندير ما بقاش فيها لا مهله لا نوتر موندا لا نحي نمشيو تبون نجيب واحد اخر.
ما كان والو والله العظيم. تقول رانا قاعدين كيما يقول واحد نهزين العصا ونضربوا في الريح، والو. لازم دم جديد، دي سون نف مع الناس اللي عمرهم لحق والحكم. الناس هادو راهم يستناو قاعدين، حنا اللي نعاونوهم. ولو كان جاوا الناس هادو حبوا يعاندوا الناس اللي حبوا يقسموا البلاد، صافي الجزائر راهي صافي لونطوم تقسمت. باش نتفاهموا، الناس هادو كانوا وطنيين رغم انهم ما حكموا ما والو، هما قاعدين وخلاص يمشيوا بالعقل وقاعدين. هاد الناس هادو هما اللي خرجونا من من, من الازمه نتاعنا. ونهار يجيو الناس هادو على تيت دو ليتا، انا نقول لكم يا ناس، لي زاميريكان، اليهود، العرب، الافارقة، فرنسا، الصحراء، الماك، هادو كامل يوليو الشيء اللي كانوا يديروا فيه كامل يقولوا حبسوا خلاص سي تيرميني، حبسوا سي فيني سي تيرميني. اذا درنا هكا رانا معنا، ما درناش واش راح نقول لكم. كتفكروا مليح الشيء هذا اللي قلت لكم، ما تضلوا اللي عنده تصور يقول لك هاي الجزائر كيفاش كانت، هاي الجزائر كيفاش كانت، وهاي كيفاش ولات اليوم. لا شفاو لا يوغوز لافي، شفاو يوغوز لافيا كيفاش صرا لها، فجروها. وين هي لا يوغوز لافي؟ تسمعوا بها اليوم، هكذاك صرنا احنا وربي يستر. اذا ما رجعتش من بعد بوري نوتر فيديو، نقول لكم تبعوا على خير. بونسواري يا توتي يا توس.